رفض إشراف إسرائيليين على تدريبه ففقد وظيفته. مهندس الإعلاميات محمد بن زيان قاد حملة جمع توقيعات ضد استخدام شركته الفرنسية لخبراء إسرائيليين لتدريب المهندسين. انتهت الحملة بإلغاء الدورة وبعودة الوفد الإسرائيلي من حيث أتى، وأيضا بطرد المهندس بن زيان. في هذه الوقفة خرج المهندسون لإعلان التضامن مع زميلهم، لكن سلطات الأمن كان لها رأي آخر. المنع سيتحول إلى شد وجذب بين رجال الأمن والمهندسين قبل أن تعطى الإشارة للعصا لتقول كلمتها. الماسكون بقبضات العصي فضلوا أن تتم العملية بعيدا عن الكاميرا، وعندما اشتعل ضوء الكاميرا من جديد كان المهندس بن زيان طريح الأرض. لدى استفاقته أعاد التأكيد على موقفه الرافض لكل أشكال التطبيع. المغربيين ما بغيش التطبيع، احنا ما بغيش التطبيع، الخونة اللي بغي التطبيع يطبعوا بلا صورة، احنا ما بغيش التطبيع. نقل المهندس إلى المستشفى، لكن منع الوقفة أثار استنكار المهندسين ومن حضر معهم من لجان الدعم. مع الأسف بأن اللوبيات الصهيونية باقي قوية في البلاد، باقي بأن الحقوق ديالنا حتى في الاحتجاج، نهار كيتعلق الأمر بكل ما له دعوة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم ولا التنديد بمواقفه بالمجازر اللي كتكبها في الحق الشعب الفلسطيني، فكيكون الموقف هو هذا الرد بهذا الشكل. نقف تحية إكبار للأخ المهندس الذي طرد لأنه رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، ورفض أن يأتي خبراء من الكيان الصهيوني المجرم الذي حرق قطاع غزة في 2009 لكي يؤثروا في المغرب. نحن كمغاربة ضد التطبيع وضد الاختراق الصهيوني وضد القمع المخزني للتظاهرات المدنية. شركة سوفريكوم الفرنسية التي اتخذت قرار الطرد التزمت الصمت ورفضت التعليق على الموضوع. احتجاج ضد حضور وفد اسرائيلي ينتهي بطرد المهندس ومنع التضامن معه. تلك بعض من معالم واقع يكشف وفقا للكثيرين عن راحة التطبيع التي لم تتوقف عن الدوران، كما يثير اسئلة حول التغلغل الاسرائيلي في عدد من الشركات الاجنبية في المغرب. يحدث هذا في وقت أسفرت فيه المواقف الشعبية الرافضة لكل أشكال التطبيع عن نفسها بوضوح في أكثر من مناسبة. مسيرات بمئات الآلاف دعت إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، لكن ذلك لم يكن كافيا لوقف مسيرة التطبيع حتى الآن. محمد البقالي، الجزيرة، الرباط.